موجود من قوات عبد الله وصباحكم بكل خير. طبعا خلصنا التحدي من اول اسكندر ابراهيم لحد كبر التلج ورايحين بقى البيت على رجلنا، لا سياره ولا تاكسي ولا مطروح ولا اي بطوش. فلازم الواحد يتحرك شويه ويتبع نفسه شويه، لان كثره الوعاد في البيت بتجيب المرض، بتجيب الكابه، بتجيب الامراض النفسيه. وزي ما انتم شايفين الجو النهارده حلو، النهارده الحد الجو يستاهل خروجات وقناعات وعادات حلوه. طبعا الواحد يتحرك شويه ويتبع نفسه. وعايز اقول في نهايه الفيديو، اللي عجبكم الفيديو اشتركوه واعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. معانا واحد كبير في السن اهو بيعمل رياضه في عز السمك. شفتوا ازاي رياضه حلوه حتى في عز السمك؟ انا شفت كبار سن بيلعبوا رياضه في السمك وقت الظهريه. حلوه رياضه حتى لو في سمك، السمك بتدي بقول لك في فيتامين د والكلام ده. صراحه زي ما شرحت لازم حركه شويه ولازم نتحرك شويه عشان الوعاد كتير في البيوت بيدمر الامراض، الضغط والسكر والكلام ده. ويا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس.